بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على الطاعة وابعد عنا كل أمر ليس فيه منفعة لنا يا كريم يا عظيم، ولا تشغلنا عن عبادتك في كل مكان وكل زمان يا رحمن يا رحيم. وقال الملأ، بطبيعة الأمر عندهم ما يقولوا، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يعني الكذب كما تو ترامب يكذب. سون دي فيف مونتور، وهذا من بداية الفيديوهات اللي سخر لي ربي في تحقيقها، اللي الناس هذوما لي بوليتيك البوليتيك عادة أكذب الناس وأحقر الناس وأتفه الناس وأجرم الناس. قال الملأ، شوف هاد ترامب هذا كم قتل من الشهداء، لكن احنا نزيدوا اعتزاز بإخوان الذين سبقونا بالإيمان، هو يتحمل مسؤولية إجرامه في حقنا. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر، بالله من التوكيد، لساحر عليم، يعني ان غرون غرون ماجيسيان، يريد، وزيدتو موقرا، يريد أن يخرجكم من أرضكم، يعني il veut vous chasser de votre territoire. C'est votre territoire, c'est votre terre. Et Pharaon, c'est votre Dieu. يريد أن يخرجكم من أرضكم. فماذا تعمل؟ معروف كلامهم وراها، ils ont de la suite dans les idées. يعني عارف، بل يريد أن يخرجكم من أرضكم. فماذا تأمرون؟ يعني شنو مش باش تعملوا؟ شنو هي النصيحة اللي مش تتفقوا عليها؟ نعود إن شاء الله تعالى.